فده بالنسبة لنادي بول الأوغندي. تعال بقى ندخل على الزمالك وخبرين على نادي الزمالك. الزمالك هنلاقي مفاجآت اليومين الجايين، هنلاقي مفاجآت اليومين الجايين. طب ايه المفاجآت اللي انت تتوقعها يا محمد؟ محدش يتوقع مستشار مرتضى منصور، انسى ان حد يتوقع المستشار. انت ممكن تبقى قاعد كده هتلاقي ميسي جاي لابس تيشيرت الزمالك وبتصور مع امير، عادي جدا عادي جدا، ما فيش مشكله يعني. ممكن تلاقي سيد عبد الحفيظ مدير الكره في الاهلي الزمالك تعاقد معاه، عادي جدا، ما تستغربش يعني. المهم الزمالك اسلام جابر ما سافرش مع البعثه اللي كانت في قطر. فلما سالت وعرفت والكلام ده كله، عرفت ان اسلام جابر اتفق مع البنك الاهلي، واسلام جابر هو اصلا متعاقد مع الزمالك وعقده ممتد مع الزمالك، يعني عقده ما بينتهيش، يعني مش هيمشي الا بموافقه الزمالك. اللي انا عرفته ان اسلام جابر داخل في صفقه تبادليه مع البنك الاهلي، واحتمال يكون فيها اسامه فيصل اعاره، يعني تتجدد يمضي للزمالك سنه زياده. خد بالك من دي، يمضي للزمالك اسامه فيصل، هيمضي سنه زياده ويجدد اعارته مع البنك الاهلي. فبنسبه كبيره هيبقى في صفقه تبادليه ولاعيبه الزمالك عاوزها من البنك الاهلي مقابل اسلام جابر واسامه فيصل، ومش عارف بقى حته الماديات هتدخل ولا مش هتدخل ولا الكلام ده كله. حلو حلو، ده بالنسبة للصفقة التبادلية بتاعت الزمالك والبنك الاهلي. تعال نيجي على الناحية التانية، احتمال برضو يبقى في صفقة مع النادي المصري، لان النادي المصري اتفق مع مروان حمدي واتفق مع حمدي علاء، الاثنين اللي كانوا في سموحة. وفي مؤشر احنا بنقراه ان مروان وحمدي علاء ما سافروش مع بعثة الزمالك، ما سافروش مع بعثة الزمالك، لان خلاص اعارتهم انتهت وبقوا اصبحوا لاعبين في نادي الزمالك. فحتة انهم ما سافروش، اذا في حاجة احنا مش فاهمينها. انما اللي انا عارفه ان مروان عاوز يروح نادي ما يبقاش فيه مهاجمين، يعني مروان حمدي ما بيحبش المنافسة، مروان حمدي ما بيحبش المنافسة، عاوز يروح نادي يبقى هو فيه لوحده، انا المدير، انا المدير، زي ما كان في سموح. انما بقى يجي الزمالك ويتنافس مع الجزيري والزمالك يجيب مهاجم افريقي، لا انا مش عاوز كده، انا عاوز العب في نادي ضامن. هو عامل زي الموظف، عاوز كل اول شهر اخد مرتبي، انا مش عاوز بقى اعمل مشروع ولا اعمل حاجة ويبقى في مخاطرة ويجي لي ارباح ولا ما يجيش، لا انا عاوز المرتب بتاع اول الشهر والبطيخة والجرنان واروح بيتي الساعة 2 الظهر، انا مش عاوز كده. فمروان عاوز كده، هو بيحب كده. فاحتمال يدخل مروان حمدي، الله اعلم بقى بيع نهائي ولا اعاره، ولكن مروان حمدي اقرب، اقرب، انا مش بقول لك رايح، اقرب لبيع نهائي، وحمدي علاء اقرب انه يكون اعاره، اقرب انه يكون اعاره. ممكن تجيب مين من المصري؟ ممكن تجيب من المصري كريم العراقي، هو ابرز حد ممكن الزمالك محتاجه. انتوا شفتوا امبارح الماتش، حمزه المسلوسي مش هتكلم، فانت محتاج كريم العراقي لاعب المنتخب الاولمبي، زميل محمد صبحي في المنتخب الاولمبي، ممكن تجيب كريم العراقي. طب انا هقول لكم على رايي ورايي فني في الموضوع ده، ومحتاج اسمع رايكم. لو الزمالك هيجيب مهاجم مصري، لو الزمالك هيجيب مهاجم مصري
غير مروان حمدي، لا خلي مروان احسن. هقولها تاني، لو الزمالك هيجيب مهاجم من الدوري المصري سواء ناصر منسي او سواء سين او صاد، وجهة نظري الشخصية مروان حمدي هو افضل مهاجم داخل الدوري المصري، افضل مهاجم مصري، افضل مهاجم مصري، لان هو هداف الدوري بعد احمد سيد زيزو. ولو شلت ضربات الجزاء من احمد سيد زيزو ممكن يبقى مروان هو هداف الدوري، ان مروان ارقامه حلوة. ناس بتقول لك الزمالك ممكن يجيب الجلاصي من المصري، الجلاصي بيلعب في نص الملعب مش مهاجم، الجلاصي التونسي اعتقد بيلعب في نص الملعب مش مهاجم، مش مهاجم. فمروان كأرقام ولعيبة مصريين هو أفضل مهاجم مصري في الدوري المصري، مروان حمدي هداف الدوري. فأنا كراجل بتكلم من رؤية فنية، لا خلي مروان حمدي، ما تجيبش ناصر منسي، خلي مروان حمدي. ولو هتجيب تجيب بقى لعيب أفريقي، لعيب عربي، لعيب من أمريكا اللاتينية، لعيب كده. دي كانت وجهة نظري، دي كانت وجهة نظري. ممكن الزمالك يجيب الجلاصي ممكن مقابل مروان، ونجيب ناصر منسي مكان مروان، ونبقى خدنا من المصري الجلاصي وكريم العراقي، وودينا مروان بيع نهائي وحمدي علاء إعارة عشان ده مستقبل لعيب صغير، والزمالك يدفع فارق فلوس وياخد كريم العراقي والجلاصي، تبقى صفقة حلوة. طب عاوز تجيب مين بدل مروان حمدي؟ ما هو الصفقة التبادلية، الصفقة التبادلية اللي أنا لسه قايل لك عليها بتاعت البنك الأهلي، اللي ممكن يكون أطرافها ناصر منسي أو أحمد ياسين أو محمد هلال في نص الملعب، أو محمد هلال في نص الملعب. الخلاصة أي زملكاوي بجد، وأنا هقفل الحوار بتاعي بالكلمتين المهمين دول، أي زملكاوي بجد عاوزك تثق في مجلس إدارتك، زي ما أنا اتكلمت معاك النهاردة، عاوزك تثق في مجلس إدارتك، ما تقعدش تهاجم إدارتك. النهاردة مستشار مرتضى وأمير وأحمد عاملين لك اتنين حراسة مرمى منتخب، التلات حراس بتوع منتخب مصر في منهم اتنين زملكاوية، والاتنين دول هما الأصغر سنا. فأعتقد إن ضربة حراسة المرمى كانت ضربة موجعة النهاردة، كانت ضربة موجعة، وصفقة مصر كلها ترقصت. اللي يقول لك انا ما ترقصتش قول له انت كذاب، مصر كلها النهارده ترقصت، مستشار مرتضى منصور رقصنا كلنا. فمحمود جاد لا اعتقد ان الزمالك هيغلط نفس الغلطه بتاعه السنه اللي فاتت بتاعت عواد وجنش وابو جبل، تلات حراس كبار. لا اعتقد ان الزمالك هيجيب محمود جاد، محمود جاد كده قصته انتهت، رغم ان انا زعلان، انا كنت حابب محمود جاد اشوفه في الزمالك، لان محمود جاد جون حلو، امكانياته حلوة، رد فعله حلو، وفنيا هو افضل من صبحي. ولكن صبحي زي ما بقول لكم مستو انه حارس منتخبات، بينضم على طول لمنتخبات مصر سواء الناشئين او الاولمبي او المنتخب الكبير. فكلنا ورا الإدارة اليومين دول بالذات، يومين الصفقات، وإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هنشوف صفقات تاني أفضل وأفضل وأفضل وأفضل.